كنت في لامبيو نتاع منوبة معتا الأم البيولوجية جابتني معتا بطريقة غير شرعية وما شو الظروف ما معتا ما رحمتهاش باش تعيشني معتا عندها وما شو يا أخي حطتني في لامبيو جات استبنتني عائلة وانا عمري 40 يوم عشت كنس كل معناتها عيشة عادية كي كل عائلة وصغير في المكتب وليت نسمع وانتي ما نعرف شنو لقيتها وكذا وكذا للي نهار معناتها عرفت اللي هما ما همش والدية يعني ما همش الفامي بيولوجيك صار لي فيول على لاج دو 11 عام من راجل خالتي من الفامي ادوبتيف دونك خرجت من الدار في 12 عام قعدت في الشارع قعدت عام من بعديك صارت لي تعرفت على واحدة صارت لي مشكلة معناتها نتاع دغاغ وكذا نلقى روحي في السبيتار جاني ديليغي دونفون هزني للسونتر دو بروتيكسيون سوسيال دو لونفون في زهروني في لاج دو 17 عام جات جمعية معناتها تعمل لي زاكتيفيتي كولتوريل دونك دخلت معاهم وليت نعمل تياتر خدمت مسرحية معناتها في اسباس لارتيستو مال عيشة وخدمت معناتها مسرحيات اخرين مع الجمعية هذه وصلت عمري 18 عام قالوا لي معناتها باش نحطوك في مركز مندمج شباب وطفولة ببرج العامري مشيت للبرج العامري قعدت عام كامل سي بون قريت وترميسه ثالثه ما حبيت ننقل معناتها مسانتر بويسكو جو في دو تياتر ونحب لي زاكتيفيتي كولتوريل ونحب ننشط معناتها مع المجتمع المدني اكسيتيرا في غيزون دو بلوس معناتها المدير مركز مندمج برج العامري معناتها ما حبش يعطيني فرصه معناتها باش نخرج وباش نتحرك جوست ليسي سانتر ليسي ديما يقول لي تو نا با لو دووا معناتها باش تخرج وتمشي وتعمل لي زاكتيفيتي نتاعك عملت مطلب لدار العامة للطفولة باش ينقلوني لأي مركز مندمج في تونس فما في برد وفما في حي الخضراء يا أخي تفاجأت الحقيقة بالرد الأول اللي هو الرفض ما سلمتش زدت مطلب آخر قالوا لي سي بون باش نحطوك في مركز مندمج حي الخضراء صيف المركز المندمجة من المعروف معناتها انها تسكر فما اللي شكون يهزوه لي فامي داكوي فما اللي شكون معناتها يرجعوه لي فامي نتاعهم خاطر مشكل اللي ما عندهمش سند عائلي معناها فما حتى لي ام وبوهم تلقين دونك عندهم مشاكل عائليه يحطوهم في لي سونتر خذوما باش نقول لك حطوني في السونتر دونكادرمون دورينتاسيون سوسيال في زهروني نتاع لي ميرس ليباتير ومتاع العباد معناتها اللي ما عندهمش لي زازياف هذايا سونتر دورينتاسيون دونكادرومون سوسيال قعدت 15 جور على اساس باش نقعد غاديك 15 جور وبعديك يهزوني للمركز الاصطياف بالحمامات اللي تابع المراكز المندمجه الكل اخذت كونجيات معناتها وخلوني كيكا مدير مركز الاحاطه والتسجيل الاجتماعي طردني من المسانتر قال لي وفات الفتره نتاعك اللي القانونيه اللي هي 15 يوم قعدت في الشارع بعديك في الصيف قعدت في الشارع قعدت في اعتصام باردو ما عنديش حتى معناتها جي با نوتر سوليسيون معناتها باش نقعد وين باش نمشي وقت اللي لقيت الناس معناتها ملمومه كذا قعدت مع الناس بديت نتعرف بتيت ابتي على برشا عبيد على برشا شخصيات وطنيه على برشا فنانين على برشا عبيد معروفه في البلاد فما مراه معناتها بدون ذكر الاسماء يعني نعرفش كلمه المديره العامه للطفوله المديره العامه قالت لها هكا يعني تكستو قالت لها ان احنا معناتها باش نكريولها باش تحب هي على حريتها وتحب تعمل لي زاكتيفيتي كولتوريل نتاعها وما نعرف شنو نعطيوها 250 دينار باغ موا
للي تدخل باك نتاعها معناها باش تكري تبارتاجي معناتها المهم فما بيدجي معين تاخذه من الدوله معناتها كل شهر للي تدخل باك نتاعها. بعديك اللي هو شهر هذا مشيت على اساس البارح باش ناخذ المونطون ذاك اللي ناخذ فيه كل شهر. ما قالت لي راهو السيد اللي كنا عاملين معاه انجاجمون ما عادش يحب يهز التليفون وإيه الباري راهو ما بطل معناتها الانجاجمون تاعو. دونك انا معناتها مني نقعد في الشارع مني ما نعرفش شنو الحل معناها. فما اسوسياسيون قاعده مسكنتني تا بوغ لو مومون في, في 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 بيتي اللي هي تاع مدام سناء بن عاشور اللي مسكنتني معناتها في في ان اوتيل بروفيزوارمون. لكن معناتها شنو الحل معناها؟ انا نحب حقي من الدوله الجمعيات والمجتمع المدني ذاك يجي فيما بعد.